انا اختي كنديز مشاريع باش غيبدك لي جاي واحد الشيء زيت عليه تتبان ليا الغبره الغبر تيتنطف في السماء قلت له الزلزال بغيت نهرب واحد الشيء بانت الدار تطيح رجع لي رجعت هكا تنتلفت نشوف الديور اش كل شيء تيطيح حتى لقيت راه الدار ديالي تطيح الدار ديال النجار انا ولد انا ولد الدريسيه جوج اذا به جيت انا وخمسه الناس نشوفوا كيفاش اش واقع اش ما واقع جينا تنقلبوا قال لك راه كاينه واحد البنت تماني واحد المعاقه مسكينه جينا تنتجاراو وجبدناها اذا به كنتسالوا واحد السيد تيدير لها كاف هنايا تيحفر لها كاف ديال دار اخرى جديده هو اللي طيح هذيك العماره هذيك الدار هو اللي طيحها تيحفر مول البوكلان واحد الشبان ديال البوكلان تترجع مشاريع واحد هو ينزل من البوكلان ويهرب خلنا الضحايا تماني البنايه راه باقيين تما تحت لها كاف شي ثلاثه الناس راه باقيين تحت لها كاف وهذيك السيده حنا جبناها بينما جات السلطه قال لنا حيدوا من هنا وحنا نحيدوا في حالنا جبنا جوج ديال الناس بقاو في لاكاب حيت هذيك الدار اللي حنا دايرينها ما فيهاش لاكاب السيد اللي جنبو تما اللي كيدير لاكاب البنايه ديالو راه باقيين تماني اش عرفك انهم باقيين ثلاثه الموكل اللي قال لنا قال باقيين الناس هنا وهرب خلى البوكران وهرب في حاله بالنسبه لهاد الناس ديال السلطه دوك الخدامه الناس ديال السلطه واش ما دارين جاو الناس ديال السلطه جراو على الناس الناس بدات بدات تما وبدات تطوع الناس لا انا على الحفير الحفير السلطه راه ما العلم لله اشنو دايرين جاو حبسوا شحال من مره خافوا على الدار الاخرى تطيح تيدير شي حل مشاو هما هذاك تيخون هذاك السيد مول البوكران هذاك السيد اللي تيبني كاف تيخون كل مره تيجي يحفر شويه كل مره تيحفر شويه بين ما الدار تحت والدار الاخرى راه تتشققات والدار الاخرى اللي منها تاهي تشققات يعني احتمال وارد انهم يطيحوا غالبا 100% غادي يطيحوا ها هما كاع مشققين هما تشوفوا صوروا شوفوا هما كاع مشققين هادو عاينين راه الشقوق غادي تتزايد الشقوق غادي تتزيد بسبب ديالها واد لاكاب والسبب ديال هادشي هو المضاربين العقاريين ديال التمار وديال العطريه هما اللي غلاو هادشي هذا وضرب ميله ضرب ميله كلها ريبو راه ما تيريبو ضرب ميله الحزام الكبير كله ريبو داروا فيه لاكابات وراه ما تيبنيو 5 ايطاج تيديروا في الحزام الكبير هنا في ضرب ميله بموجب ماذا والديور هنا الديور قدام هنا سنين الديور قدام هنا كيفاش غادي يديروا اللي غايدير لك خصو ماشي حق هذا باطل هذا الناس اللي غادي يديروا لك خصو يشوف الدور يراعي الناس الاخرين يضرب من مور الديور ديال الناس الاخرين يديروا لك ولا يديروا اللي يعجبهم يديروا 12 13 ما عندهاش مشكل لا تصريح لا والو ما نعرف اختي السيد يحفر لاكاب جات السلطه وقفاتو عده مرات سمعت ان السلطه وقفاتو عده مرات واذا به تيسرق لاكاب هاد لاكاب غالبا بصفه غير قانونيه 100% بصفه غير قانونيه دابا حنا اختي هذا الشيء اللي وقع راه ما وقعش بسبب الزنزانه حيت انا جيران هاد الدار هاد الناس هادو دار جابوا جوج تراكسات وبغاو يديروا لك ما عرفتش غيطلعوا السانكيام ولا مع السيزيام ما فهمتش جابوا جوج تراكسات وكيحافروا وانا في الصباح ملي طلعت الصباح جا السيد جي الجار اللي ملي ضار معاه مول التراكس قال له ودي راه الدار غطيح علينا الدار قال لي لا ما هو قال لي راه حنا قادينا شغلنا عندنا الرخصه عندنا طلعت انا نتغدى مع ولادي قالت لي المراه خصها نخرج راه غطيح الدار ما جيتش نتغدى تكيت شويه الناس كنسمعهم كيغاوتوا هبط من الدرج وطيح الدار انا بعدا عدا نجينا بنا انا لا لا اللي قال لك شي حاجه الزنزان راه كذب عليك راه ماشي زنزان جوج تراكسات هما السبب هذا الشيء المشكل اللي وقع كامل ديال اللي شرا الارضيه شراوا الطاج الاول ريبه فهمتي ريبه مي ريبه بحال هكا بغا يدير واش بغا يدير لها كاب ولا كاب تحت المهم هذا الشيء اللي كاين بحال هكا اللي حدا طاحت مشات المهم ما عرفتش واش ماتوا الناس ما ماتوش بحال هكا وهذو اللي حدا باقا الله يسر اللي مليت تم هدي من السوق تما هاد اليمين ولا اليسري تما 100% طايحين ماشي زين واحد شرا ارضيه تما كريبه بغا يبغي يدير كاف لتحت بحال هكا شرا الطاج الاول صافي طيح هادي وتابعين اخرين الجوج تم تزيد السوق تما هادشي اللي كاين حدا انا تيبني فيها تيحفر في الساس اينا ما نهضرو خويا اينا ما نهضرو هادشي راه تيشقق في الديور وممنوع عليه ما كاين حتى شي ساس في هاد السيكتور هذا جا هو دار اللي بغا ريب دار صحيحه وبدا تيحفر باغي يدير لها كاب بدا تيحفر جاب بوكلانات جاب بوكلان وعيش من هضر عيش من غوت عباد الله راه الدار تتشقق عباد الله راه الدار تتشقق وانا جاو مخزن شافوا داك الشيء وتاو راك عارفين اش يدور بيناتهم راه ربي اللي عالم انا راه الحاله راه ضعيفه راه ما كاينش لها يجي من جهتك عيش من غوت عيش من هضر
عييت انا راه عندي بنيه وعندي المرام وساكن مع الوالده. هما الحاله فين وصلنا؟ الشيء اللي كنت نهضر عليهم هما وصلوا لي. تنقول لهم راه الدار غادا تريب، الدار غادا تريب، الدار غادا تريب، تنغوت تنحبس البوكلانات، تيجي ينطاشرون تيقول لي كمل الخدمه. هذا الشيء راه ماشي معقول، والنتيجه الحمد لله من القناعة من العمر طويل كنا كلشي بالله. كيفاش عرفت كيفاش الدار صافي؟ الدار بدات تتزعزع عاد تقول زنزال كاين شي ضحايا؟ واش كنت خرجنا تنزل انا الله صليت العاشر انا يابا هبطت البنيه هبطت الكوادريه هبطت المدام ما كان حتى حد اخر النجار اللي تحتنا والخدامه ديالو هربوا حتى هما صافي طيح. ما كاينش الضحايا الحمد لله ضحيه واحده. انت من سكان هذه العماره اللي طاحت شحال من واحد كان لداخل؟ كانوا شي 6 الناس. شحال من واحد صاب منهم؟ واحد. واحد؟ وقالوا حتى شي مرة هي مشات تضرب؟ لا واحد هي هذيك المرة معاقة. لا إله إلا الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.